مرحبا بالجميع. في هذا الشرح سأتكلم عن المتحكم الذاتي المسمى ب ESP32، فهو معالج قوي جدا من شركة إكسبريسيف، وهذا هو الموقع الرسمي لهذا المتحكم. فهذا المتحكم يحتوي على الواي فاي والبلوتوث، ويمكن استخدامه لبرمجة IoT كما تلاحظون هنا. فهو مصنوع خصيصا لأنظمة IoT، ويمكن ربطه بخادم أو بكلاود. هناك العديد من النسخ واللوحات الخاصة بهذا المتحكم الذاتي، وثمنها فهي رخيصة نسبيا في حدود 10 دولارات بالنسبة للنسخة الثانية، وفي حدود 5 دولارات بالنسبة للنسخة الأولى. كما تلاحظون هناك العديد من البورد، فمثلا هذا البورد فهي النسخة الثانية المسمى ب دبل فيروفر، كما تلاحظون فهي النسخة الثانية بتردد 140 ميجاهرتز، والنسخة الأولى فهي بتردد 160 أو 80 ميجاهرتز. كما تلاحظون فالمعلومات هنا فهي ليست صحيحة، فالتردد في النسخة الأولى هو فقط في حدود 80 ميجاهرتز. كما قلت لكم هناك العديد من النسخ واللوحات الخاصة بهذا المتحكم، وهي تستخدم نفس المعالج، إما النسخة الأولى وهي من هذا الحجم الصغير، أو النسخة الثانية فهي كبيرة نسبيا. فهذه البطاقة تحتوي أيضا على بطاقة GPRS، أي أنكم تستطيعون إرسال واستقبال رسائل الاس ام اس ومعلومات الـ3G لهذه الرقاقة، يعني أن هذا المعالج يقوم فقط بتحليل المعلومات، إرسال واستقبال المعلومات من نظام GPRS، وفي الجهة الأخرى تضعون بطاقة سيم. كما تلاحظون في الجهة الأخرى تضعون بطاقة سيم. هناك العديد من لوحات الـ ESP، وهي تأتي بأسماء متعددة، وسنرى ذلك الشيء في فضاء برمجة الأردوينو. لبرمجة هذه البوردة وجب التوفر على الـ SDK من شركة إكسبريسيف، وإضافة الكومبايلر إلى الباث. فهو هذا، فأنا شخصيا أضعه هنا، أضعه على هذا الرابط، فهو خاص بأردوينو. فأسهل طريقة لتنصيب الـSDK هي تنصيب فضاء عمل الأردوينو. تقومون بتحميل تقومون بتحميل السوفتوير الخاص بالأردوينو، ومن ثم إضافة الكومبايلر الخاص بالـUSB. تقومون بالتحميل هكذا حسب النظام الذي تتوفرون عليه،
ويندوز أو ماك، ومن ثم تكتبون أردوينو SP32. مثلا هذا التوتوريال سيعطينا رابط جيسون كما تلاحظون، ندخل على البريفيرنس الخاصة ب الخاصة بالأردوينو، ندخل على بريفيرنس هنا، تضعون الرابط كما تلاحظون، فهذا هو الرابط، وهذا هو الرابط الخاص ب SDK USB. تضعونه هنا، ومن ثم تدخلون على تولز وبورد مانجر بهذه الطريقة، وتكتبون هنا، تبحثون عن USB 32 وتقومون بتنصيب آخر نسخة. وبهذه الطريقة يتم إضافة كومبايلر USB على فضاء الأردوينو. هنا نبدأ في تصفح جميع لوحات USB 32، فهي جد متعددة، وسأريكم فقط مثال. أوكي، سأقوم بربط هذا المعالج بالحاسوب. بهذه الطريقة، وهنا عند كتابة هذه التعليمة تلاحظون أنه تم إضافة سيريال USB كونفرتر من نوع SP110، فهو موجود ب USB 0. الآن نذهب إلى فايل ونبحث عن أمثلة الـ USB 32. وجب اختيار بوردة الـ USB 32، فالبوردة التي توفر عليها فهي من نوع جينيريك، يعني ديف موديول بالنسبة للنسخة الأولى، وروفر بالنسبة للنسخة الأحدث. نختار هذا المثال، فسرعة المعالج فهي 160، تردد الفلاش فهو فلاش 4 ميجا. اوكي، سأختار احد امثلة الـ USB، اختار مثلا خادم ويب هلو سيرفر،
وجب هنا وضع الـ SSID والباسورد الخاص بشبكة الواي فاي. إلا أني لن أقوم بهذا الشيء، سأقوم فقط بتجربة هذا الكود في المرة الأولى لكي أريكم عملية الفلاش. تقومون فقط ب Verify. والمرحلة الثانية فهي أبلود. هذا مثال لخادم ويب، عند الدخول إلى سلاش نقوم بتنفيذ هاندل روت، وهاندل روت تقوم بإشعال الليد رقم الليد المربوط بالبين اوت رقم 13. كما تلاحظون فهذه هي عملية حرق البرنامج على رقاقة الـ ESP32، فهي تشتغل بنجاح. الآن سنتعرف على البين SP32 بين اوت. فهذه هي اللوحة التي أتوفر عليها، فهي من نوع جينيريك شبيهة بهذه اللوحة. فالبين اوت هاد جي بي اي او فهي مرقمة بهذا الشكل. في هذا المثال هنالك ليد مربوط بالبين اوت رقم 13، هذا يعني ان الزائد للليد فهو مربوط ب جي بي ايو 13، والسالب فهو مربوط بالجراوند. فالجراوند هو هذا او الجراوند من الجهة الاخرى. فإذا اردنا التكلم بعض الشيء عن متحكم الـ ESP32، فهنا يوجد المعالج والفلاش. أما بالنسبة لهذا الشيء فهو ترانزستور يخفض الفولت من 5 فولت إلى 3.3، يعني أن الـ USB فهو يعطينا 5 فولت، وهذا الترانزستور فهو يخفض قيمة الفولت ل 3.3 ليشتغل عليها المعالج. أما بالنسبة لهذه الدارة فهي سيريال كونفرتر، يمكننا من برمجة المعالج انطلاقا من الـ USB. فالديف تي تي USB 0 هو هذه الرقاقة، فعندما يظهر لك لينكس ذلك الديفايس فهو هذه الرقاقة CP2102 كما تلاحظون هنا. فلقد تعرف عليها نظام لينكس، فهي
وعشرة إكس. فهذا هو الكونفرتر الخاص بالسيريال، وهذه هي جي بي ايو. فعندما تشترون هذه الرقاقة فهي تأتي منزوعة جي بي ايو، وتستطيعون لحم هذا الجي بي ايو إما للأسفل أو للأعلى. فللأسفل إذا كنتم تريدون استخدامه مع البورد، وإلى الأعلى إذا كنتم تريدون استخدامه مع تلك الأسلاك الملونة فهي أفضل. ويبقى لكم اختيار لحم هذه الأسنان إلى الأعلى أو إلى الأسفل حسب الحاجة. نرجع لهذا المثال، قلنا أنه يجب علينا وضع باسورد الواي فاي بهذه الطريقة. سأتأكد فقط من كلمات الواي فاي الخاصة بي. اوكي، أتأكد فقط من السرعة في السيتاب، فالسرعة فهي ليست صحيحة. هذه هي السرعة. أوكي، كما تلاحظون فالأدريس أي بي التي أخذ المتحكم من الجهاز سي بي فهي 104، وهذا الكود فالخادم يشتغل على البور 8. واحد مئة وأربعة كانت بريتشيت. اوكي، فقط بالبينج على هذا الاي بي فهو يشتغل. لا ادري لما هذا
اوكي، كما تلاحظون في الان فهو يشتغل. فعند إرسال شيء يقوم فقط بكتابة، يقوم فقط ببارس اليوري، ومن ثم إرسال المعلومات مثلا hello query. فهو فقط يقوم ببارس اليوري وإعادة إرسال request في response. كما تلاحظون لقد قمنا ببرمجة أو بتجربة أحد الأمثلة المتوفرة على منصة الأردوينو المسمات به هيلو سيرفر. هي عبارة عن سيرفر بسيط، وأترك لكم تجربة الليد، ربط الليد بجي بي اي او 13. فعند الدخول مثلا لهذا اليوغي ستلاحظون أن الليد سيشتغل وينطفئ. مثلا عند إرسال شيء عشوائي كما تلاحظون نحصل دائما على الميثود الثامن كويرل، نحصل على نفس الشيء. هذا المثال نستطيع تعديل هذا المثال مثلا لقراءة معلومات من مجسات وإرسالها هنا في الهندل روت. مثلا عند الدخول الى سلاش نقوم بتغيير هذا المثال ومن ثم نقوم بارسال سند، والكود فهو 200 تكست بلين وداتا. وهنا نقوم بسترينج داتا، ومثلا نقوم بإرسال جيسون على شكل مثلا تمبيراتور، مثلا حرارة 23 و هيوميديتي فهي 70 مثلا بهذه الطريقة. يعني عند الدخول للكود فإن هذا المجس سيقرأ الحرارة من المجس وسيرسل لنا معلومات في الريسبونس بدلا من هذا المثال. فهذا المتحكم يستطيع القيام بالعديد من الأشياء المثيرة، مثلا موسيقى، مثلا USB-M tunes. فـ PWM هي Pulse Width Modulation، يعني
يعني يمكننا تشكيل سينيال كهربائي عن طريق البرمجة. مثلا في هذا المثال يقومون بكتابة تون إلى شانيل بتردد معين، فعند ضبط هذه الأشياء فهي قد تعطينا مثلا أيضا موسيقى. مثلا أردوينو فالأردوينو أو أي متحكم يستطيع عزف الموسيقى باستخدام البي دبليو في. مثلا تيتريس أردوينو كود. فهذه هي النوتات الخاصة بلحن التتريس. مثلا نقوم بكوبي كولي لهذه النوتات، ومن ثم تعريف البين. فهذا المثال فالبين فهو 13، يعني أنكم تربطون الباف أو البازر مع البين 13 وتقومون بكومبايل لهذا الكود، وعند التنفيذ ستحصلون على موسيقى لحن التتريس. أشياء أخرى يستطيع هذا المتحكم القيام بها، مثلا I2C يعني يمكن ربط هذا المتحكم بأي جهاز يتعامل مع بروتوكول I2C، مثلا ميجس أو LCD أو جيروسكوب. إلى غير ذلك ف USB 32 يدعم I2S ولا I2C. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس، فهو عبارة عن مقدمة جد مبسطة حول هذا المتحكم المسمى بـ USB 32، وإلى اللقاء في درس آخر.